بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام تبعت كرام شراك كم تكونوا بصحة عافية يعني انتم تشوفوا هذه الفيديو اليوم جيتكم بصفة خفيفة ظريفة مع اللي رانا في فصل الصيف آه غادي نخدم معكم خبز ساندويتش آه اللي تخدم في الدار بزاف سهل ويبني واقتصادي لهنا عدنا 500 غرام فرينة عدنا جوج زي مغارف زيت مغرف خمارات خبز وعندنا زوج مغارف سكر وما دافي طبعا باش نمدو العجينه تاعنا لان نزيدو المغرف تاع الخميره تاعنا الكيميائيه يعني اللي قديري مغرف معمره كيما هاك هذه الكونتيتي اللي غادي نعطيها لك تخرج لك 6 تخبز حتى ثمن خبز لهنا زدنا شويه سكر ونزيدو زوج مغارف حتى ثلاث مغارف زيت يعني حسب الرغبه وانا نزيد لهم دائما دائما شوية خل يعني الخل يدير دور المحسن دائما نقولها يعني من غي غير قد ربع مغرف ولا غير شوية ونلم دول عجينة تاعنا بالماء يكون دافي هذا الخبز باش ما تعجنش بزاف دائما في في الملاحات ولا العجين العجينه اللي ما مت... تبغيش تعجنيها شديري يعطي فتره باش تريح هذاك التخمار تاعها هو اللي يعاونك في بلاصه العجين تاعها لهنا بسست هذاك المكونات كاع مع بعض وزيت لمد بالماء العجينه نحتاجها شويه طريه ما تيبسيهاش يعني شويه فوتي لها في الماء باش تجيك هشيشه وشابه آه ثاني طريقه الطهي تاع هذا الخبز آه بزاف سهله ماشي كيما الخبز اللي نخدموه نورمال آه شتو كي في الخبز نورمال نطيبو نشعلو الفور تاعنا من تحت كي يطيب نشعلو عليه من الفوق لا هذا لا هذا نشع غادي نشعلو الفور من تحت نسخنوه على 120 درجه حتى الميت... عفوا آه 240 درجه حتى الماكس تاعه ومن بعد كي نوجدوا الخبز تاعنا ونجيو ندخلو فيه للفور كي تدخلي الخبز للفور طفي من تحت وشعلي من الفوق يعني هذا هو السر في الطياب تاعو باش يجي شباب وثاني كاين سر اخر في الطياب تاعو كي طيبيه وتخرجيه غادي يبالك باللي يبسلك الخبز هو لا كي تخرجيه ديريكتومون غطيه ديريه في في سربيته كبيره ولمديه يعني وخليه يدي وقته من الراحه هذا هو السر تاعو الخبز باش ما يجيش يابس سينو خرجتيه دي وخليتيه ديريكت اللي هو غادي ييبس آه هذو زوج آه اسرار تاعو باش يجيك شباب وناجح أنا بعد ما كملت العجين كاع كامل تاعي نزيد له كميه من الملح كنت ديجا نسيتها يعني الملح حسب الرغبه وعجنيه غير شويه يعني انا عجنته غير شويه فوق البلون دو ما تحتاجيروش قلت لك الجهد باش تعجني كيماك غير تلمديه شويه شويه عجين برك غير تلمد عندك لاباط وتخليه يتخمر لهنا في التخمار تاعو واش غادي نديرو غادي نخليه يخمر المره الاولى ونهبط له التخمار تاعو نعاود نخليه المره الثانيه يخمر ونهبط له التخمار تاعو والمره الثالثه كي نهبط له التخمار تاعو نخدمو ديريكت يعني تقريبا تخدميه ساعه قبل الفطور هاكا ا باش يدي الوقت تاعو في التخمار قلت لكم هذا هو الخبز تاعنا ما هو صعب بزاف وبزاف بزاف ساهل وغادي يعجبكم بزاف وغادي يعجب الاولاد تاعكم بزاف بزاف لأن بعد ما زدت الملح نخليه يخمر قلت لكم باش كل بين كل تخميره وتخميره تقريبا 15 حتى عشرين دقيقه يعني تشوفي الحجم تاعو باللي تضاعف ثم عاودي كسري له التخمار تاعو وحطيه في مكان يكون شوية سخون إذا كنا في البرد إذا كيما رانا هكا في السخانة تحطيه غير في, في الكوزينة غادي فوق البوطاجي غادي يخملك مع اللي راه سخانة بزاف لهنا بعد ما كنت خسرت له التخمار الأول وهذا الثالث سيبون بون نجي نخدم فيه شوفوا العجينة تاعي كي ولات ما شاء الله ميم خفيفة شوفوا تلاصق لهنا تحليه بال بالسميد يعني اللي قلك سميد يكون رطب ولا شوية خشين باش تحليه باش يعطيلك هذاك التقرميش تاعو كيما تشوفوا لهنا على حسب ما تقطعيه كيما قلت تبغي ديريه على شكل على اربع آه اربع خبيزات اربع خبيزات معناتها يجو شويه صغار سينو ديريهم ثلاثه انا درت ثلاثه جاو كبار جاو علامه أه كيما كنتو نقسموا هكا ونجي نحلو بالسميد كيما كنتو معايا مام هو في هذا الوقت غادي يزيد يتخمر غادي يزيد يتخمر وفعلا العجينه جات ما شاء الله قطنيه وتتلاصق شوفوا كيف راها في يدي يعني كاع ما عذبتنيش هذه العجينه نحلوها مليح كونو ديجا قلت لكم ديجا شعلت الفور الفور راهي يسخن عندي حاجه ثانية كي نديروا الكسره تاعنا كي نكملوا لها هذه العمليه اللي تخليها تخمر واحد ربع ساعه يعني غادي تخمر العجينه تاعك ربع مرات هذه هي السر تاعها سينون لا غير كملتيها من يدك وطيبتها ما غاديش تجي شابه لهنا نحلوها انا من كنت مكبرة الخبزات ما انت لازم نزيد نحلهم اكثر استعنت لهنا بالحلل ونقسم الخبزة على زوج العجينة غادي نقسمها على زوج باش تعطيني نصف نصف مطلوعة كما تشوفوا معي يعني خبز الساندويتش ونصفوا الخبيزات تاعنا في البلا ونخلوهم يخمروا قلت لمده ربع ساعه لهنا بعد ما طيبتهم شوفوا خرجتهم من الفرن ما شاء الله جاو بزاف شابين لهنا كنت ديجا حليتهم يجوا فارغين من الداخل ونفوتوا نخدمو الحشو تاع الساندويتش تاعنا لهنا في الحشو تاع الساندويتش دائما نقول لكم الحشو يقعد اختياري انا نعطيكم غير اقتراحات وكل وحده ومقدورها في البيت يعني مشي شرط تلتزموا بالحشو اللي راح نديرو بصح هذا الحشو بزاف يجي شباب بتجربتي جربتي ما حش ثاني عليه لهنا عندي حبه بصل مقطعه كما كنتو تشوفوا معايا عندي سكالوب مقطع مرسوات صغار ثاني عندي مرقز ما عنديش بكونتيتي كبيره عندي يا ربي سبع حبات مرقز ولا لهنا عندنا لي زي فلفل حار حمر ملح حبه كحله وراس الحانوت عندنا حار وعندنا فلفل نورمال وثوم وزيت هذه هي المكونات اللي نحتاجوها تعرفوا بلي سكالوب يبغي الثوم انا في المقله تاعي نجي ندير الزيت ونحط البصل تاعي يتشحر اول حاجه لازم لي البصل تاعي هو اللي يدي نص بيض باش ما يجيش هو اللي تاني راح يعطينا البنه شابه في هذاك الساندويتش كما قلت لكم البنات اذا ما كانش كاين متوفر هذو المكونات تنجمي تحشي هذاك الساندويتش تاعك طون ولا طون ولا و البطاطا سينو بطاطا وفورماج ومايونيز يعني متوفر عندك ماشي شرط شراني ندير انا لهنا جيت جبت المرقز تاعي اه حاجه نديرها نتقب حبات المرقز باش يخرج هذاك هذاك اللي دام اللي فيهم بلا ما نزيد الماء يعني غادي نطيب هذا الحشو بلا, بلا قطره تاع ما غير شويه الزيت اللي درتو في الاول نديرو ونخليه يتشحر مع البصله تعرفوا باللي اه يدي شويه وقت في الطياب والبصله كانت ديجا بدا يدخلها الطياب فهمتوني باسكو باش يطيبوا مع بعض خليهم مع بعض ومن بعد نزيد لهم الحاجه اللي ثاني لازم نحطها قبل الفلفله يعني سكالوب هو اللي غادي نخليه كاع مع التالي وثاني التتبيل غادي نخليه ثاني كاع مع التالي ما غاديش نتبلهم في الحين لهنا كي بدا يدخلهم شويه طيب البصله وال والمرقازت لهم هذيك الفلفله ونخليهم يتشحروا مع بعض قلت لكم جيسكا ما زدت لا ملح لا لي يعني خليتهم غير مع بعضهم با تعرفوا بلي المركز طلق لي دام شوفو كيفاه طلقهم ميم لا تاعهم في هذه المرحله غادي نزيد السكالوب تاعي ونتبل باسكو السكالوب هو اللي يحتاج تتبال اكثر آه المركز جي ديجا متبل بصح سكالوب يجي صامت اللي قلتي تزيدي له تتبال تاعك نزيدو لي زيبيس اللي قلت لكم عليها كامل في ضربه مع الملح ونقصوا عليهم النار ونخليهم يطيبوا في غرضهم يعني تعطيلو الوقت تاعو باش يطيب لهنا الثوم تعرفوا لي السكالوب يبغي الثوم باش يجي بنين يا على بها الثوم سينو نجمي تستغني عليه لهنا نزيدو اللغ... لي زيبيس بصح لهنا اتونسيون فلفل حار الاحمر يعني ما تكثروش منه بزاف باسكو غادي تجي حاره بالبزاف وانا لهنا كان عندي ديجا المرقاس حار يعني اذا كانت العائله تاعك ما ياكلوش الحار استغني على الفلفل الحار الاحمر ما تزيديهش في المكونات تاعك قلت لكم نخلطهم هكا ونخليهم يطيبوا في غرضهم نقص لهم الغاز حتى تشوفوا تطلقوا كامل هذاك لي تاعهم وطابوا على نار هاديه ما يدولكش الوقت وما تاني بزاف يعني يا ربي دقيقه هكا يكونوا ديجا طاب كل شيء باسكو ديجا كل شيء راه عندي طايب وسكالوب ما يديش الوقت باش يطيب انا بعد ما طيبت كل شيء نروحو نوجدو الساندويتش تاعنا هذه الكسره تاعي كانت هاي الحشوه تاعي كملتها اه قطعت المرقاز حاجه اللي درتها حكمت المرقاز قطعته لهنا كنت ديجا قاليه البطاطا عندي سلاطة فورماج غابي وكان عندي فورماج نورمال طوماطيس ومايونيز ونبداو نحشو في الـ في لي تاعنا اول حاجه نديروها هي نحلو الفورماج الداخل يعني ساندويتش باش تجي شابه دائما تدي لها الفرماج سواء كان عندك فرماج تاع القطع او فرماج الطالي يعني اي نوع من الفرماج لازم تزيديه هو الاول ديريه في ساندويتش باش تجي هشيشه بعدها يبقى اختياري يعني تدي الحشوه من تدي البطاطا والسلطه اه تب اه ولا العكس ولا ديري دي البطاطا ومن بعد يعني هادو اختياريين طريقه الحشو اختياريه واللي تبغي تخدم برك الحشو تنجمي دي تعمريه في الخبز العادي دو كنوريه لكم عمرته في الخبز العادي وجاب بزاف شباب وديروه في البانينوز اذا ما كانش عندك بانينز آه غير طاجين فوق النار تفوتي يعني تبانينيه يعني تضغطي عليه وتحطيه يعني موش حاجه كبيره لهنا زدت البصل تعرفوا البصل اللي يجي شباب مع لي ساندويتش آه وفعلا عمرتهم ما شاء الله جات شا عمرتهم وجاو بزاف 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 بنات نتمنى تجربوهم لهنا كنت نعمر فيها ومن بعد المايونيز من الفوق تعرفوا المايونيز ماشي كاع غاشي بغوها. انا زدت لها غير شويه من الفوق و درت حطيتهم لهنا نزيد نكمل لي ساندويتش تاعي لهنا بعد ما كملتهم ها الطبق تاعنا تاع اليوم او الساندويتش الخفيف تاعنا تاع اليوم كيفاه جاني و تشوفوه في الخبز و نتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو ما تنساوش دعموا القناه بالاشتراك و جاموا Selamlı videoyu izledin inşallah.